تفسير رؤية البيض في المنام. البيض قد يتواجد في المنام على أكثر من هيئة وأكثر من حالة، فيمكن أن يتواجد في صورة نيئة أو مسلوقة، وكل حالة لها تفسيرها ومدلولها. سنذكر لكم تفسير رؤية البيض في هذا الفيديو، تابعوا معنا. تفسير رؤية البيض في المنام. رؤية تناول البيض المسلوق في المنام هي دلالة على أن الرائي سوف يأتي إليه أموال كثيرة بسهولة وبدون أن يبذل فيها أي تعب. رؤية البيض النيء في المنام دلالة على أن الرائي كما قلنا في موقف يحتاج إلى القيام بأخذ قرارات صعبة في حياته، وأنه يحتاج إلى أن يأخذ قرارا صائبا وسليما. رؤية البيض غير الناضج وبدون قشرة خارجية في المنام هي رؤية تحذيرية من الله بأنك تقوم بارتكاب ذنوب عديدة. أما رؤية شخص وكأنه يأكل قشر البيض، هذا دليل على تواجد الأشخاص السيئين الذين يحرضونه على فعل الأمور الخاطئة وارتكاب الذنوب والخطايا، وعليه أن يتوب ويرجع إلى الله. أما رؤية تناول البيض المطهو في المنام دليل على القدرة على الوصول إلى الأحلام والأمنيات التي يسعى الرائي للوصول إليها. أما تناول البيض الفاسد هي إشارة إلى أن الرائي ينجب ذرية فاسدة من الذكور والإناث. تناول البيض بقشره في منام الرجل دلالة على أن هذا الرجل سوف يتزوج من امرأة صاحبة مال وجاه. تفسير رؤية صفار البيض النيء. تفسير رؤية تناول صفار البيض النيء ولم يطبخ بعد هي دلالة على أن صاحب الرؤيا قد أكل مالا حرام أو أكل مال الغير بغير وجه حق. تناول صفار البيض والبيض بكثرة يدل على كثرة المال والخير الوفير والبركة التي يتمتع بها الرائي في حياته. رؤية صفار البيض بحجم كبير هو دليل على الأولاد الذكور. تفسير رؤية صفار البيض بحجم صغير دلالة على الذرية من الإناث. تفسير النبش في صفار البيض بعصا يدل على أن الرائي سيتزوج من امرأة بكر. رؤية منح صفار البيض في المنام لشخص آخر متزوج يدل على أن الشخص المتزوج ستكون زوجته حامل في وقت قريب. تفسير رؤية إعطاء صفار البيض في المنام لمجموعة من الناس دل على أن الرائي يقوم بفعل الخير مع الكثيرين. تفسير رؤية الحامل التي تتناول صفار البيض يدل على أنها ستنجب بنت، كما يدل على موعد قرب ولادتها. رؤية جمع الصفار البيض في علبة أو آنية صغيرة يدل على جمع الخير وادخاره والسعي على الرزق وغيره من أمور الخير. تفسير رؤية صفار البيض في المنام للعزباء هو دلالة على الزواج والنجاح والتوفيق في جميع الأمور التي يسعى بها صاحب الرؤية في حياته. تفسير رؤية صفار البيض في المنام. رؤية صفار البيض الموضوع في إناء يشير إلى الإناث والسيدات. رؤية البيض موضوع في إناء بطريقة سليمة وغير مكسورة هي دلالة على أن هذه المرأة صالحة وذات أخلاق عالية. رؤية تناول صفار البيض المسلوق يدل على الخير وسعة الرزق والبركة التي ستعم حياة الرائي. رؤية رجل بصفار البيض يخرج من الزوجة، هذا يدل على أنها ستنجب ولدا في القريب العاجل. وإن كان صفار البيض كبيرا وذو شكل ومظهر جيد دل على أخلاق الولد الصالحة. رؤية صفار البيض في منام المرأة الحامل دليل على الرؤيا قد اقترب موعد ولادتها. رؤية صفار البيض مكسور ومتبعثر بعشوائية في منام الحامل دليل على إحدى المشاكل في الحمل، أو أنها ستتعرض للإجهاض، وأن تلك المرأة ستتعرض إلى مشاكل مع أحد من أهلها وأقاربها.